بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربيه، شديد الحراره على جنوب البلاد، وبالليل الجو هيكون معتدل على كافه الانحاء. في النهارده نشاط رياح على اغلب الانحاء هتكون مثيره للرمال والاتربه، وفي كمان فرص امطار خفيفه على مناطق متفرقه وفترات متقطعه على القاهره الكبرى. فرص امطار خفيفه قد تكون متوسطه ورعديه احيانا على الوجه البحري ومدن القناه والسواحل الشماليه، وهتكون متوسطه ورعديه احيانا قد تصل الى السيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الاحمر. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن منك عن حاله الجو النهارده، خصوصا ان امبارح الجو فعلا كان صعب قوي وكان فيه تراب شديد جدا في الجو، وكلنا كنا منتظرين امطار علشان يعني الاتربه دي تقل شويه، لان طبعا مرضى الجيوب الانفيه والحساسيه كانوا تعبين جدا امبارح. بالفعل يمكن احنا بالامس شهدنا نشاط للرياح اللي كان مثير للرمال والاتربه في اغلب مناطق الجمهوريه، وادى ده لانخفاض وتدهور الرؤيه الافقيه. اليوم متوقع استمرار التقلبات الجويه واستمرار حاله عدم استقرار في الاحوال الجويه مع نشاط للرياح مثير للرمال والاتربه في اغلب المناطق الموجوده في الجمهوريه، خاصه كمان ان احنا اليوم متوقع ان يكون في امطار رعديه في اغلب المناطق، فبالتالي ان شاء الله مع الامطار الرعديه هيكون في ازاله للاتربه، لكن هيكون كمان في بعض المناطق نشاط للرياح، لان دايما مع السحب الرعديه بيبقى في رياح هابطه بتؤدي لاثاره الرمال والاتربه. فاليوم متوقع ان سرعات الرياح تكون ما بين 35 ل 45 كيلو متر على الساعه في اغلب مناطق الجمهوريه، هتؤدي لاثاره الرمال والاتربه. كمان متوقع اليوم يكون في فرص لسقوط الامطار مختلفه الشده من منطقه لمنطقه، وهتكون امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه والرعديه احيانا على بعض المناطق من السواحل الشماليه للبلاد، محافظات الوجه البحري، مدن القناه، بالاضافه كمان امطار خفيفه ورعديه تمتد لمناطق من القاهره الكبرى، بالاضافه كمان امطار متوسطه ورعديه على مناطق من جنوب البلاد، قد تصل لحد السيول طبعا على مناطق من جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الاحمر وخليج السويس. بالنسبه لدرجات الحراره، يعني احنا نقول درجات الحراره اقل حده من امس، لان بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 36 درجة مئوية، اليوم متوقع ان هي تكون 34 درجة مئوية، فبالتالي الاجواء هتظل اجواء حارة فترة النهار معتدلة فترات الليل في القاهرة الكبرى، لكن احنا ان شاء الله مزيد من الاستقرار في الاحوال الجوية هنحس بيه غدا الاثنين ان شاء الله على اغلب المناطق، فلسه النهارده في بعض التقلبات الجوية المهم جدا ناخد بالنا منها، مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الانفية. طبعا لو احنا هنخرج النهارده مهم جدا لازم نرتدي الكمامات. صحيح. بالفعل ارتداء الكمامات، كمان لازم نبتعد عن اعمده الاناره بشكل كهرباء الواح الاعلانات المعدنيه، لان في سرعات رياح عاليه وخاصه في المناطق الشرقيه من جمهوريه مصر العربيه. كمان القياده لازم تكون بهدوء تام مع انخفاض الرؤيه الافقيه بسبب الاتربه والزمان المصاره، خاصه في المناطق الجنوبيه، لان المناطق الجنوبيه زي ما قلنا في الاول هيكون في سحب رعديه ممكن يبقى معاها رياح هابطه تؤدي لاثاره الرمال. طب هل يا ترى هيكون فيها كمان سيول، لان خاصه ان في وسط وجنوب سيناء؟ يعني بالفعل المناطق الموجوده في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وخليج السويس نتيجه الطبيعه الجبليه والجغرافيه وكميات الامطار اللي بتسقط عليها منذ عده ايام، وكمان هي امطار متوسطه ممكن ده يؤدي لتشكل السيول، فمهم جدا نتجنب الطرق اللي جنب اللي فيها مقرات سيول تجنبا لاي اطراف. اخي سؤال ليا بالنسبه لموانئ البحر الاحمر، كان تم اغلاقها بالامس، هل هي مستمره مغلقه النهارده؟ هو طبعا بالنسبه للبحرين حاله البحرين معتدله، والبحرين هيكونوا مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، لكن الرؤيه الافقيه ممكن تنخفض في بعض الاماكن، وده ممكن بدوره يؤدي لاغلاق بعض المواني النهريه او البحريه، لكن بالنسبه لارتفاع الامواج فارتفاع الامواج هيكون معتدل لا يتجاوز 2 متر في البحرين الاحمر والمتوسط. طيب انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على المتابعه اليوميه معانا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا دلوقتي نتابع معاكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 34 الصغرى 21، العاصمه الاداريه 34 20، الاسكندريه 25 20، العالمين الجديده 25 19، مطروح 24 19، دمياط 29 20، بورسعيد 30 20، الاسماعيليه 34 21،
السويس 32-21، العريش 31-20، كاترين 22-9، طابا 24-17، حلايب 33-25، شلاتين 33-25، شرم الشيخ 34-24، الغردقة 34-24، الفيوم 34-22، بني سويف 34-21، الوادي الجديد 36-25، أسيوط 35-22، سوهاج 34-23، قنا 41-26، الأقصر 41-27، وأخيرا أسوان 42-29. نحاول نخلي بالنا النهارده خصوصا ان لسه في رياح مثيره للرمال والاتربه لمرضى الجيوب الانفيه، نرتدي الكمامات ونخلي بالنا كمان ان الشوارع ما نقفش تحت اعمده الاناره او اي حاجه. نخلي بالنا اليومين دول، وان شاء الله من بكره هنبدا في الاعتدال لدرجات الحراره وحاله الجو هتكون مستقره. هرجع مره تانية لشازلي وجمانه علشان نكمل معاكم فقره صباح الخير يا مصر. بنشكرك جميعا.